السلام عليكم ومرحبا بكم في مقطع جديد. غنشاهدوا اليوم اكثر لقاء ندمت عليه قناة العربية. صادفت هذا الشخص ممارس للرياضات القتالية كما يقول، وقام بواحد التدخل. اجي نشوفوا الموضوع، كل شيء واضح في المقطع. حادثة السرقة تصير قدام عيونه. والله انا اخذتني اول شيء الوطنية والمكان، يعني حسيت انه في شيء غلط قاعد يصير. شايفه، انا شفته دخل المحل، شايفه انا بعيني قاعد براقبه من بعيد، عرفت؟ بس قاعد استناه لين هو فجأة باغتني بالحركة السريعة والخروج الغير مألوف، مرة بسرعة خرج في المكان. فايش اللي صار وقتها؟ انا الان لازم اعطي ردة فعل سريعة طبعا، اكيد. فقررت كده اراديا اعطيها قبضة النمر معاها. قبضة النمر، ايش هي قبضة النمر؟ قبضة النمر، انا ما شرحت لك، معلش. انا امارس فنون قتال زي الجودو والايكيدو والام ام اي. فقبضة النمر هي كده تواجه الخصم معايا انت، صح؟ تواجه الخصم هو هنا، وانت تواجه تعطيه هذا، تشد الباي يصير شكلها زي الجي، عرفت قصدي؟ بعدين تعطيه يصير الضربة النمر. نعم، الضربة تكون موزعة، بس يعني شكلها صعبة شوية، يبغى لها مع الممارسة تجي هي. أنا شاكر ومقدر وجودك معنا. أنا بس حاب أضيف إضافة لو سمحت. أنا تفضل. مشكلتي أنه أنا جوالي مكسور، شوف لو تلاحظوا يا جماعة جوالي مكسور، في آثر اندعس بسيارة، مشكلة طويلة، ماني قادر أتصفح، ماني قادر أقرأ مشاكل وهموم الناس اللي أقدر أحلها. فبصراحة الآيفون 6S عاجبني أنا، عرفت؟ ما شاء الله، أوكي. والعيشة عجبتني هنا الصراحة. لو في أنا شوف، أنا هذه ما هي شحاذة ولا هي، يعني بالعكس أنا بحاول أساعد وأقرب من الناس أكثر. إن شاء الله أكيد، وإن شاء الله بيساعدك. فأنا ما بفلة، عارف، أبى دوبلك صغير. العافية، شكرا. ويريد تطلعوا هنا كذا الحساب التويتر وحساب الإنستغرام، عرفت؟ ويعني شكرا لك، الله يعطيك العافية. ممكن أعطي دروس في الأيكيدو. خلاص يا عمي،